معلش حتة أخيرة كده ونروح للفاصل. وهذا طرح، هذه فكرة، والحقيقة الفكرة اللي أنا هقولها دي مش من مرات أفكاري، عشان برضو ما بقاش، أنا عارف إنها بتحصل في بعض الدول الكبرى الديمقراطية، وبين قوسين اهو، مش بين قوسين، بين أربعة هم الديمقراطية، عشان أنا عارف إن أنا هتاكل دلوقتي من بتوع أو الإنسان والديمقراطية، فيما يتعلق بالإرهاب بس، فيما يتعلق بالإرهاب بس، ماليش دعوة بأنواع الجريمة تانية، حرامي، نشال، فاسد، مرتشي بتاع، تمام، فيما يتعلق بالإرهاب بس. هو الإرهابي ده بيطلع منين؟ من أسرة، صح؟ هو السؤال، ينفع الأسرة تتعاقب بجريرة ابنها؟ يعني الأسرة تتاخد بذنب ابنها؟ في الدين مفيش حاجة اسمها كده، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد متعلق من عرقوبه. بس احنا في الإرهاب قصة مختلفة. في بعض الدول الكبرى، ومنها أنا بقول لكم اهو فرنسا، في أكتر من كده، فرنسا واحة من واحات الديمقراطية، بلد جميل، بلد كذا، بس فيما يتعلق في الدول القوية دي، فيما يتعلق بالأمن القومي ما بيهزروش. زي بريطانيا كده، ما قال لك لا تحدثوني عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم. ده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون هو اللي قال كده. فرنسا بتعمل إيه؟ المشتبه في أنهم إرهابيين، مش بقى حرامية أو بتاع، إرهابيين. أمه بيتقبض عليها، أخوه بيتقبض عليه، مش عارف لو ابنه، مش عارف بيعملوا كده ليه؟ عشان يجبروهم ان هم يسلموا نفسهم. ارهابي تايه، ارهابي هربان، ارهابي فلتان، بيعملوا كده علشان يجبروهم. فتقول لهم ازاي؟ طب ذنبهم ايه؟ يقول لك ذنبهم حاجتين، سيبك ان هم ما عرفوش يربوه، دي قصه تانية، بس يقول لك ذنبهم انهم يا اما مداريين عليه، مداريين عليه، عارفين مكانه، بيتواصلوا معاه وبتاع، مداريين عليه، فده اشتراك في الجريمه. يا إما حتى لو مش عارفين إنه إرهابي، بس هو ساب الأسرة ومشي من 5 سنين 6 سنين معرفوش عنه حاجة وبتاع، لازم الإبلاغ، ابننا يا جماعة اختفى من 4 سنين وما نعرفش عنه حاجة ومش عارفين أراضيه فين. مش فيه إبلاغ عن المفقودين؟ ابنك لما يتوه بتبلغ عنه، ابنك لما يسيب البيت ويطفش ويروح في حتة، ينضم الخلية ولا ينضم الجماعة ولا ينضم المعسكر ولا ينضم الإرهاب ولا ينضم لداعش وما بلغش، يبقى ده معناه ايه؟ يا اما عارف مكانه ومتواصل معاه بس من بعيد لبعيد، فبقى هنا متستر عليه وبالقانون هنا مشترك معاه في الجريمه واعاقب الاسره، كل اللي عنده المعلومه. او حتى بقول لك انا هو انا عايش في بيت واخويا من 3 سنين طفش من البيت وما نعرفش عنه حاجه، ما نعرفش بقى انضم لفين، سافر ليبيا، سافر غزه، سافر مش عارف ايه، ولا نعرف عنه حاجه. أبلغ يا جماعة أنا أخويا من 3 سنين طفش وما عارفش عنه حاجة، حتى من سبيل الاطمئنان، والنبي دورولنا عليه ويعرفوا أراضيه فين، وما احنا ندور عليه بقى نشوفه هو هربان من مشاكل اجتماعية وعايش وبيشتغل في حاله وكذا، ولا هربان ومنضم الخلية ولا التنظيم ولا الإرهاب. فالحقيقة الأسرة بيئة حاضنة للإرهابي، فمحدش يقول لي ما لهمش دعوة، محدش يقول لي لا اصل كل اسره فيها الفرح على عيني وراسي، بس نجيب امه الارهابي ده والاسره بعد كده حلال عليها تعيش منعمه مسلمه. لكن الاسره تربي لنا ارهابي يقتل فينا وتقعد هي تاكل عيش وحلاوه، لا. انا مش عارف الكلام اللي انا بقوله ده يمشي ولا ما يمشيش، بس هو مع باتريوت اكت اللي هو قانون الـ 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 الامريكي اللي معمول للارهاب ولا الاشتباه وكذا يمشي قوي. باتريوت اكت في امريكا ده القانون ده بتعتقل اي حد من اي حد تبع اي حد لمجرد الاشتباه، ولا تساءل الحكومه، يقول لك انا مجرد الاشتباه، طب خدت اذن النيابه ومش عارف ايه والحاجات دي، يقول لك بعدين الكلام ده، والا هتروح تحصله في معتقل جوانتانامو. ففي الارهاب مفيش هزار، مفيش هزار. وانا هحاول اتناقش مع مجموعه من المفكرين والمشرعين والمتخصصين في ازاي يتشاف لها صياغه، لان احنا بنحارب، ووقت الحرب كل الاسلحه مباحه طالما كانت مشروعه
وفي صالح الوطن. وما تزعلوش مني لو الفكرة طلعت شمال شوية، بس والله أنا بفكر، ولي على الأقل نصيب وأجر اجتهاد المخطئ حتى لو ما كانتش الفكرة صح.